مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم إيران من الداخل. من داخل البيت وأفكار آل البيت أصبحوا يتحسسونها ويجدون لها فعلها، فأطلقوا عليها المؤامرة، مؤامرة من بينهم. تساؤل نطرحه، ماذا نقصد بذلك؟ من قال ذلك؟ لماذا تلك المؤامرة؟ وهل المؤامرة موجودة؟ ومن تآمر على من؟ ومتى بدأ ذلك التآمر؟ أسئلة تحتاج لإجابة. فالبيت الشيعي الإيراني ما زالت أبوابه مقفلة وتحتاج لفتحها أكثر. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بضيف هذا البرنامج، الأستاذ عمر بن عبد العزيز الزيد، وهو المتخصص في الشؤون الإيرانية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالسادة المشاهدين. كما قلت في المقدمة، التآمر، ماذا تعني بذلك؟ وماذا يعني التآمر؟ وتآمر من على من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا العنوان لهذه الحلقة الحقيقة لم نقصد به الإثارة، ولكننا استعرناه من شيخ فاضل من مشايخ الطائفة الشيعية، وهو سماحة العلامة حسين الراضي العبد الله، وهو من العلماء المعروفين المشهورين، وهو من تلاميذ آية الله محمد باقر الصدر، ومن طلابه الخاصين أيضا، وهو الذي رأى أن هنالك مؤامرة تدور على مدرسة أهل البيت وعلى التشيع، وأصدر في ذلك كتابا يعني جيدا، وبحث في هذه المؤامرة بحثا تأصيليا استقرائيا، وهذا البحث من البحوث التي أحدثت صدى كبير في أوساط الطائفة الشيعية في إيران وفي غير إيران، وكتب على هذا الكتاب عدة ردود، وهذا الكتاب اللي هو كتاب المؤامرة الكبرى هو يعني محور حديثنا في هذه الحلقة، إذ أن فضيلة الشيخ حسين الراضي يرى أن هنالك مؤامرة دبرت على مدرسة أهل البيت، دبرها جماعة من الغلاة قديما وحديثا، وأنهم أفسدوا في مذهب التشيع وأدخلوا كثير من الأفكار المغالية الخرافية، بحيث صارت أفكارا مسلمة في المذهب الشيعي. وهذه المؤامرة طبعا ليست من الوهابية وليست من أهل السنة والجماعة، ولم يقم بهذه المؤامرة أحد من خارج المذهب، بل هم أناس انتسبوا لهذا المذهب وادعوا التشيع وانتسبوا إلى الأئمة من أهل البيت، ووضعوا الكثير من الأحاديث الخرافية، أحاديث الغلو، الأحاديث التي ترفع من مكانة أهل البيت من مجرد علماء مصلحين صالحين مجتهدين فقهاء، ترفعهم إلى مصاف الألوهية. ويذكر الشيخ حسين في مقدمة كتابه السبب تأليفه للكتاب، وأن هنالك ظلم يلحق بمدرسة التشيع ومدرسة أهل البيت بسبب تصدر هؤلاء الغلاة الآن في المنابر الإعلامية والقنوات الفضائية، وطرحهم هذا الفكر الخرافي المغالي على أنه فكر مدرسة أهل البيت، وهو يتبرأ من هذا الفكر وينتقده، وقام باستقراء تاريخي في مختلف المراحل اللي مرت بها الحركة الشيعية منذ الأئمة، منذ وجود الأئمة حتى عصرنا الحديث. فعنوان
الحلقة أنا استعرضته من الشيخ حسين الراضي، وأستميحه عذرا في هذه الاستعارة، وأنا وإياه كلنا في خندق واحد، في الخندق المواجه للغلاة والخرافيين من أي نحلة كانوا ومن أي مذهب كانوا. إذن نقول أن هناك صراع، صراع بين طائفتين تقريبا. نعم، الأولى التي أخذت منح الغلو وهم المتطفلون الذي ذكرت، والغلاة وأصحاب الخرافات، والأمر الآخر وهم المعتدلون تقريبا، والذين لديهم فكر التشيع الصحيح الذي بدأ به. إذن هذا الصراع بين هذه الطائفين. نعم. فلنبدأ بالطائفة الأولى وهم الغلاة. من هم هؤلاء الغلاة؟ ما هي أفكارهم؟ ما هي معتقداتهم في الربوبية والألوهية الأسماء والصفات وغير ذلك؟ بالنسبة طبعا للغلاة، الغلو مر في مراحل تاريخية في التشيع، والمرحلة الأولى التي ظهر فيها الغلو أستطيع أن أسميها المرحلة التي كان الأئمة من آل البيت عليهم رضوان الله وسلامه موجودون فيها في المجتمع، وكانوا يعني ملء السمع والبصر. هذه الفترة يعني تنتهي في سنة 329 في القرن الرابع، يعني مرحلة وجود الأئمة التي المرحلة التي كان الأئمة موجودين فيها حتى الغيبة الكبرى حينما مات الإمام الحسن العسكري رحمه الله سنة 260، ثم كانت هناك الغيبة الصغرى حتى 329، يعني غيبة الإمام الثاني عشر كما يعتقدون، لكن أنا أعتقد الذي أعتقده تعتقده أمة محمد كلها وكثير من الشيعة أن القضية محمد بن الحسن العسكري هي مجرد خرافة، وأنه لا وجود له، وأن والده الحسن العسكري مات من دون ولد ظاهر. هذه فترة تاريخية ظهر فيها الغلو. والفترة الثانية بعد عصر الغيبة إلى قيام بعد 329 إلى القرن التاسع القرن العاشر حين ظهور الدولة الصفوية واتخاذها للتشيع مذهبا ودينا. فهناك مراحل تاريخية ثلاثة استطيع أن أقسم الغلو فيها والصراع الذي كان يدور وحرك الحركة الفكرية أو السجال الفكري اللي كان يدور بين الغلاة. نبدأ بالمرحلة الأولى إذن. نبدأ بالمرحلة الأولى. حسنا، المرحلة الأولى كانت يعني ظهر الغلو في بداية في القرن تقريبا الثاني، بدايات القرن الثاني، واشتد الغلو في القرن الثاني، وظهرت طبعا كانت الكوفة هي مركز، ثم بعد ما قامت بغداد في زمن أبو جعفر المنصور صارت هي المركز العلمي. الكوفة كان يختلط فيها أجناس كثر، فيها من أسلم حديثا، وفيها من دخل الإسلام من أبناء القوميات الأخرى والأديان الأخرى، من زرادشت ومانوية ومزدكية، ومن نصارى سريان، ومن يهود. كل هذه الأفكار كانت موجودة في الكوفة وتسربت إلى الفكر الشيعي عن طريق كل هذه التيارات. الأئمة كانوا موجودين، ظهرت الفرقة الكيسانية وكانت فرقة مغالية، ظهر جيب من جيوب الغلاة في زمن الإمام علي رضي الله عنه وهم المؤلهة، وقد قضى علي رضي الله عنه على تلك الفتنة. علي بن أبي طالب. نعم، كانوا يقولون أنت وكانوا يقولون بتأليهه، لكن الإمام علي وقف لهم وقفة الأسد الذي يعني دهم عرينه، وقضية الألوهية والربوبية عند الإمام علي لا تحتمل المساومة، فكان عقابه لهم أن حرقهم بالنار، حفر لهم حفرا خارج الكوفة وأضرمت نارا، وظنوا أنهم يعني أنه سيعفى عنهم في آخر لحظة، لكن الإمام علي أمر قنبر مولاه أن يلقيهم في النار ولا يتراجع، فخرج بهم إلى تلك الحفر المضرمة نارا وألقي بهم. وخمدت فتنة الغلو والتأليه فترة من الزمن، خرجت في القرن الثاني، وكان من أبرز الغلاة
الذين يسمون في الفكر الشيعي الغلاة، يسميهم المؤرخين للفكر الشيعي، يسميهم المؤرخون للفكر الشيعي الطيارة، أو يقولون من عنده ارتفاع أو من في مذهبه ارتفاع. وقد كثر الطيارة. ماذا يعني ذلك؟ الطيارة الذين طاروا إلى الغلو والتأليه، مثل ما نقول في الدارجة عندنا فلان مقلع. مقلع يعني طاير، بأي فكرة يأتي بها خرجوا عن كل شيء مقلع. فهؤلاء كان يسميهم ولا زالوا يسمون في الفكر الشيعي بالطيارة، هو يسمون من الغلاة أهل الارتفاع، في فلان في مذهبه ارتفاع وغلو. أبو الخطاب طبعا كان معاصرا للإمام جعفر، وجاء بفكرته وأله جعفر رضي الله عن جعفر، ووقف جعفر لهذه الفكرة بالمرصاد وبقوة، وبين كفرهم وضلالهم. ولما لبى القوم الذين لبوا بالكوفة وقالوا لبيك جعفر بدل لبيك اللهم لبيك، ونقلت إليه، سجد رضي الله عنه ورحمه وبكى حتى بلل الأرض بدموعه، وقال سبحانك بل عبد داخر بل قن، وبكى من هذه الفرية. وواجه أولئك وسماهم ولعنهم رحمه الله. ثم كان بعده الإمام موسى، وكان له موقف مع هؤلاء الغلاة. ثم جاء الإمام الرضا، وأقواله معروفة ومشهورة في مواجهة الغلاة وتسميتهم بأسمائهم. حركة الغلو اللي كانت قائمة في الكوفة، يعني أبرز التيارات الموجودة فيها تيار المؤلهة. إذن هم أله الأئمة المؤلهة. وهؤلاء المؤلهة بعد أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي المتوفى 139 هجري، أبو الخطاب بعده صار هنالك فرقتين من المؤلهة. فرقة تقول بأن نور الله حل في الأئمة، وفرقة تقول إله في الأرض وإله في السماء. فهنالك فرقة قالت بالحلول، وفرقة قالت بإله في الأرض وإله في السماء، أو أن الإله الذي في الأرض هو صورة للإله الذي في السماء. ماذا يعني بالحلول؟ الحلول أن الله حل في أن الله عز وجل تعالى الله وتقدس قد حل في الأئمة. إذن هاتان فكرة. وأيضا يضاف إليها المفوضة الذين ظهروا أيضا في تلك الفترة. المفوضة يقولون بأن أول ما خلق الله عز وجل هم الأئمة، وأنه فوض إليهم خلق السماوات والأرض والكون وتدبيره. فالأئمة الآن هم الذين يدبرون الكون، وهم الذين يخلقون ويرزقون ويديرون الكون، وليس الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الفرق اللي هم المؤلهة، الطيارة، المفوضة، هذه الفرق كانت في مواجهة مع الأئمة، وكان الأئمة يقفون بالمرصاد لهؤلاء الغلاة. حتى دعوى علم الغيب لما نقل إلى الإمام جعفر قول رجل من أهل الكوفة إن جعفر يعلم الغيب، ونقل لا هل تعلم الغيب، قال ما في جسدي شعرة إلا وقفت من هالكلام، نحن عبيد لله. فكانوا يواجهون حركة الغلاة في زمنهم مواجهة قوية، ويفندون آراءهم، ولم يكن أحد من هؤلاء الغلاة من طلاب وتلاميذ الأئمة. فمثلا مؤسس الفرقة المفوضة المفضل الجعفي مثلا، ولا أبي الخطاب، ولا محمد بن سنان، ولا بيان بن سمعان النهدي، أو بيان بن سنان النهدي، هؤلاء كلهم لم يكونوا من تلاميذ جعفر ولا من تلاميذ الأئمة. جعفر رضي الله عنه مقيم في المدينة، وهؤلاء بالكوفة، ولم يكن هنالك وسائل الاتصال. فانتسابهم لجعفر رضي الله عنه افتراء وكذب. فالشاهد أن في زمن الأئمة كان الأئمة يقفون لهؤلاء الغلاة بالمرصاد، وكانوا خط المواجهة الأول لهؤلاء الغلاة. ولذلك وأيضا علماء الإسلام في وقتهم كالإمام أبي حنيفة مثلا، وقف في وجه الزنادقة والغلاة كالسد المنيع رحمه الله. ثم جاء بعده أئمة
الإسلام كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، ووقفوا في وجوه هؤلاء الغلاة وبينوا عوار آرائهم وفساد معتقداتهم وكفرهم وضلالهم وخروجهم عن دين الله. وأقوال الأئمة في تكفير المفوضة والخطابية وغيرهم من الغلاة مشهورة ومعروفة ومبثوثة في كتب الشيعة. وقد نقل الشيخ حسين الراضي في كتابه الكثير من الأقوال والأحاديث المنسوبة إلى الأئمة هؤلاء في مواجهة ذلك الفكر الخرافي المغالي. إذن هذه المرحلة الأولى ما قبل 260 أو 300، ما قبل 329. ومواجهتهم من قبل الأئمة أنفسهم، من قبل الأئمة أنفسهم، ومنهم من حرقهم كعلي بن أبي طالب، والإمام جعفر وكيف ردهم، والإمام موسى. ولم يكونوا ينتسبون أبدا للأئمة، ولم يكونوا حتى قريبا من عندهم، ولم يأخذوا منهم. هم ينتسبون للأئمة، ينتسبون، ويدعي كثير من أتباعهم أنهم من تلاميذ الأئمة، وأنهم من شيعة الأئمة، وأنهم من مدرسة أهل البيت، لكن الأئمة يرفضون ذلك. هل هم كانوا من الأعاجم يا أستاذ عمر؟ أو أنهم فيه يعني منهم من هو من الأعاجم، وفيه من هو ممن كان أيضا مثل زرارة بن أعين وحمران بن أعين، هؤلاء كانوا نصارى، أسرة نصرانية، آل أعين معروفة. وفيه كلام للإمام جعفر في لعن زرارة، لعن الله زرارة، يقصد زرارة بن أعين. وفيه منهم من كان من أبناء من بقايا المجوس ومن الموالي، وفيه منهم من العرب. إذا نستطيع أن نلخص هذا الأمر، نقول أنهم لم يستطيعوا في هذه الحقبة وفترة أنهم يدخلون هذه الأفكار السيئة على أقل تقدير على الأئمة ومقولات الأئمة. استطاعوا أن يدخلوا الكثير، استطاعوا أن يدخلوا الكثير من الأحاديث الخرافية وأحاديث الغلو، ويكذبون على الأئمة، ولم يكن هنالك في المدرسة الشيعية اهتمام بعلم الحديث والرجال في ذلك الوقت. هل من أهل واستطاعوا أن يدخلوا الكثير من الأحاديث الخرافية وأحاديث الغلاة والأحاديث التي فيها تأليل الأئمة ويدعى علم الغيب للأئمة في كثير من مرويات الشيعة، وكتب الشيعة المتقدمة تزخر بالكثير من الروايات. وهذه الإشكالية، الشيخ حسين الرضي يقول يجب أن تطهر كتب الحديث من روايات المفوضة والطيارة والغلاة والزنادقة، لتسلم مدرسة أهل البيت من لوثات الغلو والخرافة وتأليه غير الله عز وجل. لكن أقصد أنه كان هناك مواجهة صارمة للأئمة. هل هناك أحد آخر واجههم من الأئمة الآخرين أو من المدارس أهل السنة؟ طبعا مدارس أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يهتمون بعلم الحديث، يهتمون بعلم الحديث، واجهوا ذلك، ودونت مدونات علم الحديث ردا على في زمن متقدم. وكثير من هؤلاء الرجال تجدهم في كتب رجال الحديث المجروحين وموضعين وكذابين وغلاة ومبتدعة، فتجد الكثير منهم في كتب الرجال. ولذلك عند أهل السنة في فلاتر تفلتر الرجال ولا يخرج إلا حديث صحيح راويه عدل تام الضبط. ودونت مدونات علم الحديث في زمن متقدم، في زمن الإمام أحمد، الإمام مالك، ثم جاء بعدهم البخاري. وكان أهل السنة لا يرون إلا عن ثقة عدل حافظ، والسند متصل، والحديث ليس فيه علة ولا شذ. لذلك لم تتسرب روايات هؤلاء إلى كتب الحديث الصحيحة. تجد كثير من هذه الروايات في كتب الموضوعات، في كتب الموضوعات. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية نستطيع أن نقول أنها بعد من الغيبة الكبرى 329 حتى قيام الدولة الصفوية. في هذه الفترة كان هنالك غلاة، وكان فيه بعض العلماء الشيعة وقفوا في وجه أولئك الغلاة. وقد ذكر الشيخ حسين الراضي بعضا من جهود أولئك العلماء المتقدمين في مواجهة هؤلاء الغلاة الذين يطرحون فكرة التأليه
ويطرحون فكرة يعني ما زالت الفكرة في المرحلة الأولى هي في نفس المرحلة تنتقل مع, تنتقل. مع الأجيال. ويذكر أبرز العلماء الذين واجهوا هذه الأفكار الغالية مثل الشيخ الصدوق المتوفى 381 وهو ابن بابويه القمي وهو صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه متوفى 381. يذكر أيضا الشيخ المفيد المتوفى سنة 413 من الهجرة. يذكر الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفى 411. يذكر أيضا من العلماء الذين واجهوا هذه الحركة حركة الغلاة أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله الغضائري المتوفى سنة 451 وهو ابن الحسين الغضائري. هؤلاء كان لهم جهود في مواجهة الغلاة. ما هي الجهود؟ كتابات يعني؟ كتاباتهم كتبهم ينقدون هذه الأفكار أفكار تأليه الأئمة دعوة علم الغيب حين التي كانت تنتشر وأن الأئمة يعلمون الغيب وأنهم معصومين عن الخطأ والسهو والنسيان وغيره كانوا ينقدونها ويواجهونها. التفويض المفوضة الذين يقولون بأن الله فوض إلى الأئمة خلق الكون وإدارته وتدبيره أيضا كانوا يقفون في وجهها. وألف ابن الغضائري كتابه في الرجال وبين أحوال أولئك القوم الغلاة وذكر أقوالهم وبينهم وفضحهم الحسين بن الغضائري. ثم جاء بعده ابنه أحمد بن حسين الغضائري. فكان لهؤلاء جميعا جهود في مواجهة هذا الفكر لكن في الكثير من الأحيان يعني يتسرب إلى الفكر الشيعي. وأخطر شيء حينما تسربت روايات هؤلاء الغلاة يعني مثلا رواية المفضل الجعفي مثلا ولا رواية أبي الخطاب وإلا روايات سهل بن زياد الآدمي. سهل بن زياد نسبة إلى الأدم يعني كان سهل بن زياد الأدم يعني يصنع الأدم أو يبيع الأدم وهي الجلود. سهل بن زياد هذا له قريب من 3000 رواية في الكتب المتقدمة وهو من الغلاة خرافية وهو من الغلاة ومن المفوضة. المفضل الجعفي له روايات كثيرة تصل إلى 700 رواية. بيان بن سمعان غيرهم وغيرهم ممن لعنهم الأئمة وتكلموا فيهم كأبي بصير مثلا وزرارة بن أعين وغيرهم. هؤلاء لهم روايات كثيرة في مبثوثة في كتب. ولذلك الآن فيه إشكال كبير في مسألة الموقف من هؤلاء. هل لو مثلا لم تقبل رواياتهم جميعا كل الغلاة الذين تكلم فيهم الأئمة تكلم فيهم متقدمين من علماء الرجال الحديث فإن المذهب القائم الآن مذهب الشيعي بأفكاره وشعائره ورواياته وعقائده الرئيسية كقضية الإمامة ستتعرض يعني لن يبقى المذهب على حاله. ولذلك فيه من يصارع لإبقاء هذه الروايات على حاله. سيأتي بناء هذا بعد سنعرف من هم الذين يتصارعون وما أهدافهم لذلك التصارع لكن بعد هذا الفاصل. جميل فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. شارك تربح تخطئ تفهم حاول تصبح أنت الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات أينما كنتم. نرحب بكم أجمل ترحيب في أولى حلقاتكم لبرنامجكم الذي طال انتظار. نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. ماذا يسمى كل قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فريق القمة أقل من 3 إذا خرجت خارج. سيحصل عليها الطلاب من خلال برنامج مواجهة الكاميرا في المستقبل القريب. شارك تربح تخطئ تفهم حاول تصبح أنت الأفضل اختر. الله
هل صوتك ندي في الأذان؟ وهل تود أن تنافس به إخوانك الفتيان؟ قناة مجد ترحب بك متسابقا في برنامج مئذنة بلال. وللإطلاع على فكرة المسابقة وشروط المشاركة ندعوك لزيارة موقعنا التالي bilal.almajdtv.tv. أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن المؤامرة داخل البيت الشيعي مع الأستاذ عمر الزيد. مرحبا بكم جدا أستاذ. أهلا وسهلا ومرحبا. كنا نتحدث عن المرحلة الثانية والفصل الثاني من فصول ومشاهد التاريخ، تاريخ الغلو في التشيع، وذكرت فيه أنه فيه مواجهات وفيه من رد على ذلك، لكنها دخلت كثير من الروايات ودخلت كثير من الروايات الخرافية، ولكن لم يستطيع العلماء في ذلك الوقت أنهم يعني يواجهون ذلك المواجهة الكبيرة. هل هناك تعليق أكثر من ذلك على هذه المرحلة أو ننتقل بعدها؟ المرحلة الثالثة طبعا سنتعرض لها، ثم ننتقل إلى جهود العلماء المعاصرين في مواجهة الخرافة. إذا انتهينا من المرحلة الثانية، وكانت هذه المرحلة نفس المرحلة الأولى تقريبا، لكن المواجه لها هم العلماء وليس الأئمة. جميل. نعم. نأتي المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة طبعا هي مرحلة يعني خطى فيها الفكر الشيعي خطوات طويلة جدا في الغلو، وكأنه كان منذ القرون الأولى يرتقي سلالم الغلو، فوصل في المرحلة الأخيرة إلى أعلى درجات الغلو، وهذه المرحلة هي ما نسميها بالمرحلة الصفوية. والمرحلة الصفوية طبعا قامت في القرن الدولة الصفوية التي أسسها إسماعيل الصفوي. قامت هذه الدولة، بدأت في 910 في القرن العاشر، وكانت الدولة، كان هؤلاء الصفويون يخلطون بين التشيع والتصوف، واستطاعوا أن ينشروا التشيع في إيران كله، وأقاموا محاكم التفتيش، وكانوا يمتحنون العلماء أهل السنة. كانت إيران كلها سنية إلا جيوب صغيرة فيها مدن قليلة كقوم وكاشان وسبزوار وطوس، هذه طوس فيها شيعة وهي ما يسمى الآن بمشهد. استطاع الصفويون أن يقضوا على أكثر الوجود السني في وسط إيران، وكانوا يمتحنون العلماء امتحان في سب الخلفاء، فمن لا يسب الخلفاء الثلاثة فيقتلونه، يعتبرونه ناصبيا، ونشروا الغلو في إيران، وخطأ واتجه التشيع إلى اتجاه أكثر غلو وأكثر إيغال في الخرافة. ماذا زاد فيه؟ وزادت الطقوس، كل هذه الطقوس التي نراها الآن في التشيع، مثال يعني البدع، مثلا بدع الحسينيات في عاشوراء وضرب الرؤوس واللطم والكراهية المقيتة للصحابة كانت موجودة، لكن ليست أخف بهذه الكراهية عمر، الأحاديث التي وضعت في شأن عمر، ومنها خرافة كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، كل هذه كانت في هذه المرحلة، في هذه المرحلة اللي بدأت في القرن العاشر. ثم سيطر على التشيع، على مدارس التشيع في النجف وقم في المرحلة الصفوية كلها، والمرحلة القاجارية بعد المرحلة الصفوية سيطر عليها المنهج الإخباري، وهو التسليم بكل ما روي عن المتقدمين، وما روي عن المتقدمين تسربت إليه أفكار الغلاة والزنادقة والمؤلهة والطيارة والمفوضة، تسربت إلى كتب الحديث، واعتبار أن كل ما جاء عن الأسلاف صحيح ولا يقبل النقاش ولا يقبل النقد، وساد هذا المنهج الإخباري وظهر فيه أيضا، وكأنها لم تفي بالغرض الكتب الأربعة المتقدمة، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه،
كأنها لا تكفي أضيف من لها. فأضيفت المجامع الحديثية التي ظهرت في العصر الصفوي وهي أيضا أربعة، وجمع فيها تلك الأولى تروى بالأسانيد، طبعا أسانيدها واهية، ليس في الكتب المتقدمة حديث واحد متصل السند، لا يمكن أن تجد حديث متصل السند. ولو طبقنا شروط أهل الحديث، شروط أهل السنة في رواية الحديث، لا يسلم حديث واحد في الكتب. هذا ذكره صاحب الكتاب، لم يذكره لكن أنا أذكره الآن. لا يوجد في ذلك شيء. أنا أقول الآن لو اشترطنا العدالة في الراوي، العدالة وتمام الضبط، لا يطبق تمام الضبط واتصال السند والسلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة، فلن يبقى حديث صحيح لا في الكافي ولا في غيره. وهذا ما تبين أخيرا يعني بعد جهود نقدية كبيرة للكتب الحديث. المجاميع الحديثية كتبت في الزمن الصفوي وهي مجاميع كبيرة، وأكبرها وأشهرها بحار الأنوار، وهو للملا محمد باقر المجلسي شيخ الإسلام، يسمونه شيخ الإسلام في زمن الدولة الصفوية، توفي 1111. ومنها أيضا الوسائل للحر العاملي ومستدرك الوسائل له أيضا الحر العاملي، ومنها كتاب الوافي للفيض الكاشاني. هذه الكتب الأربعة، المجامع الحديثية ليست مروية بالإسناد ولم تؤخذ عن الأصول التي نقلت منها وصنفت فيها الأحاديث وكتبت في هذه الكتب، ما في إجازات عن المؤلفين، وكلها تروى وجادة، والوجادة ليس لها قيمة في علم الحديث، هي مجرد أخبار. مثل كيف وجادة يعني؟ يعني كتاب وجدته نعم وأضفته وفي أي مكان، ولا تدري من مؤلفه مثلا، ولم تلقى مؤلفه، وليس بينك وبين مؤلفه سند، ولم تتلقه عن عالم بإجازة، كتاب وجدته شرته في السوق وتأخذ من حديث وتصنفه، هذا لا يقبل هالحديث عند المحدثين. فقيمة هذا الكتاب مثل قيمة ألف ليلة وليلة، مثل قيمة العقد الفريد والأغاني، هذا قيمة الكتاب إذا كان لم يروى بإسناد ولم يتلقى بإجازات. ولذلك يعني سنتكلم عن الجهود النقدية للكتب الحديث هذه، لكن هذه الكتب أيضا ملئت بأحاديث كثيرة غير الأحاديث المتقدمة من شتى المصادر، شيء يعرف وشيء ما يعرف، وكتب حتى لا يعرف مؤلفينها. قد بيّن ذلك محسن عاصفي المحدث في دراسته البحار الأنوار، أجزاء حديثية غير معروفة والمؤلفين غير معروفين، وحشيت هذه الكتب بهذا الغلو، وانتشرت الخرافة بعد هذه المجاميع الحديثية انتشار النار، وساد الفكر الخرافي في المدارس الشيعية الموجودة، ساد الغلو وساد الغلو وتأليه الأئمة، وظهر مؤلفات في غاية الغلو. يعني في كتاب ألفه رجل عالم اسمه الحائري متوفى 1333، هذا الكتاب اسمه إلزام الناصب بالحجة الغائب أو بأخبار الحجة الغائب، هذا الكتاب أورد فيه خطبتين، خطبة البيان والخطبة التطنجية. الخطبة التطنجية هذه أوردها رجل يقال له رجب البرسي في القرن التاسع، وفيها تأليه الإمام علي، وأن علي رضي الله عنه وقف خطيبا وقال أنا الأول أنا الظاهر، أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، أنا مبرج الأبراج، أنا باسط العجاج، أنا مفتح الأفراج، أنا 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 بانيها، أنا داحيها، أنا. وفيها الخطبة أيضا يعني كلمات غريبة وسقيمة ولا يمكن تصدر عن أي إنسان عربي، فضلا عن يعني أن يكون إمام البلاغة صاحب نهج البلاغة علي رضي الله عنه. ومنها أنا الواقف بين التطنجين، ولا أدري وش هالتطنجين هذه ومن أين جاء بها مؤلفها. هذه الخطبة التي فيها تأليه لعلي رضي الله عنه، لو وجد علي من قالها في زمنه لألقاه في الحفرة مع أصحاب مجموعة المؤلهة
الذين حرقهم قنبرة. كيف هذا الرجل ينسب إلى مدرسة علي ولا مدرسة أهل البيت؟ وهذه منتشرة يا شيخ، وهذه الخطبة يرددها كثير من الوعاظ في الحسينية ولا زالوا يرددونها ويؤمنون بها كثير أو أغلبهم أو كلهم، جزء كبير منهم. مثلا هذه مثال من الأمثلة. فالشاهد أن الدولة الصفوية شجعت الغلو ونشرت الغلو، والمذهب الشيعي ساده المنهج الإخباري حتى نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، حينما بدأ ينحسر التيار الإخباري عن الحوزات وبدأ يسيطر ويكتسح الحوزات المنهج الأصولي، وبدأت تتحسن الأوضاع قليلا، لكن لا زال في غلو ضارب أطنابه في الحوزات، لا زال الغلو يضرب أطنابه إلى اليوم في الحوزات. لكن الفرصة للتجديد والنقد والتغيير بعد سيادة التيار الأصولي أكبر من السابق. دعونا نعرف بسرعة، الإخبارية هم من أخذوا الأخبار باختصار يعني، والأصوليون هم اعتمدوا على أصول الفقه وعندهم هي منهج يعني المنهج النقدي في الأحاديث وأخذ الأخبار مسموح بالمنهج النقدي، ويدرسون أصول الفقه. المدرسة الإخبارية ترفض أصول الفقه وتأخذ كل ما ورد عن المتقدمين الشيعة من أحاديث، سواء كانت الكتب الأربعة أو المجامع المتأخرة، وفيه من يقول أن المجامع الأخيرة اللي كتبت في الزمن الصفوي كلها صحيح. الآن ساد الغلو، ساد إلى اليوم، لهذا اليوم. وهناك المقابل والذي هو الجهة الأخرى وهي المعتدلة. نعم. ودي يا شيخ قبل أن نبدأ في 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 العصر الحديث ومن واجه هذا الغلو وكيف واجهه، ما هي الكتب التي ألفت، نذكر القسم الآخر وهم أهل البيت وأفكار أهل البيت. هل هي يعني معتدلة؟ حتى تعرف المشاهد أنه فيه ناس معتدلة. أما بالنسبة لأهل البيت كلهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الخلفاء الراشدين، ويرفضون الغلو جملة وتفصيلا، ويقولون نحن عبيد لله، ويرفضون كل دعاوى الغلاة التي ينسبونها إليهم كالعصمة ودعوى علم الغيب وغيرها، كلها يرفضونها. وهم إذن على العقيدة الصحيحة، وهم على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكانوا مقيمين معهم وبينهم اتصال وتتلمذ وعلاقات، وهم وأهل السنة كانوا في خندق واحد في محاربة الزنادقة والغلاة والمفوضة والخطابية والكيسانية، كانوا جميعا في خندق واحد مع أئمة أهل السنة والجماعة. مذهبهم في الفروع، الفروع الإمام جعفر يعتبر مجتهد في الفروع، مجتهد له اجتهادات في الفروع. هل دخل فيه شيء من الغلو؟ لا أبدا لا، بالنسبة للفروع والعبادات، منهج في العبادات طبعا فيه أشياء نسبت إليه وفي أحاديث غير صحيحة نسبت إليه، فيحتاج كل روايات الإمام جعفر تحتاج إلى غربلة. فالأحاديث اللي موجودة في كتب أهل السنة عن الإمام جعفر وتخضع لمقاييس أهل السنة في الجرح والتعديل، هذه مقبولة تقبل طبعا بشروط أهل الحديث عند أهل السنة. لكن الروايات اللي في بحار الأنوار، كيف تقبل رواية وردت عن جعفر الصادق في بحار الأنوار وهذا الكتاب 95% منه موضوع، كيف تقبله؟ لا يقبل. إذن الكثير الرواة الغلاة الذين أفسدوا تراث جعفر الصادق، يجب أن حتى تجد في الكتاب الواحد تجد أحاديث متناقضة عن جعفر الصادق، أحاديث متناقضة الشيء ونقيضة في كتاب واحد، في الكافي مثلا ولا في الاستبصار ولا في التهذيب، تجد حديث يخالف حديث آخر مخالفة صريحة وواضحة. فالحديث الزنادقة والغلاة والمفوضة وغيرهم التي تروى عن جعفر يجب أن تغربل، ويجب أن تلغى كل هذه الروايات من كتب الحديث الشيعية. وأما أهل السنة فلله الحمد والمنة، حديث الخرافيين والبدعيين والمتعصبين ولا تجد لها وجود في كتب أهل السنة، تجدها صحيح لكن في كتب الموضوعات
تحرم روايتها إلا للتحذير منها وبيان وضعها. أما في كتب ولم يكن في الحوزة من مدرسة نقدية لتمييز الصحيح من السقيم في كتب الحديث يؤخذ أي شيء. ولذا لكن في الآونة الأخيرة في الزمن القريب المعاصر بدأت المدرسة النقدية. نتحدث عنها. من واجه هذا الفكر الآن الحالي بغلوه بعد هذه الفترات؟ غير مثلا كتاب المؤامرة الكبرى وغيرها من الكتب. بالنسبة لمواجهة الآن الغلاة والحرب على الغلاة وعلى تراث الغلاة الموجود في كتب الحديث أقام به كثير من المحدثين. فعلى في كتب الحديث مثلا الذين قاموا بغربلة كتب الحديث أشهر كتاب في العصر الحديث هو كتاب محمد باقر البهبودي. محمد باقر البهبودي قام بدراسة على كتاب الكافي للكلين المتوفى 329. البهبودي من علماء إيران، هو كان أستاذ في الحوزة وأستاذ في الجامعة. الحوزة ترفض نقد كتب الحديث، وقام هو بدوره الجامعة هي التي نقدت كتاب الكافي وليس الحوزة، والحوزة رافضة لنقد كتب الحديث. فقام بجهد مشكور في ذلك، وبدأ في حذف روايات الزنادقة، الطيارة، الغلاة، الخطابية، المفوضة، الواقفة، الفطحية، الروايات الغير صحيحة قام بحذفها من الروايات التي تخالف العقل والمنطق، الروايات التي فيها خرافة بمنهج أهل السنة كلها حذفها. فبقي من الكافي ربعه فقط من 16,000 حديث وكسر، بقي 4,000 حديث. هذه 4,000 سماه صحيح الكافي في العقيدة أو في العقائد وفي الفروع كلها، الدراسة على الكافي كله. وممن قام بدراسة على الكافي أيضا الشيخ آية الله أبو الفضل البرقعي، ودرس جزئين من الكافي اللي تسمى الأصول من الكافي، وكل حديث يخالف القرآن صريح القرآن يرفضه، يعني يخالف آية من كتاب الله مخالفة الصريحة يرفضه. كل حديث يخالف العقل والمنطق يرفضه. كل حديث فيه خرافي، فيه مغالي، فيه مفوض، فيه من الخطابية، من الغلاة، الواقفة وغيرهم، يسقط حديثه. طلع كتاب جميل ورائع، دراسة لجزئين من الكافي، جزئي الأصول مسمى الأصول، وسماه كسر الصنم، وهو مترجم للعربية ومطبوع. هذا من الجهود. من الجهود أيضا المحدث تلميذ الخوئي محسن آصفي، أيضا أجرى دراسة على بحار الأنوار وأسماها مشرعة بحار الأنوار. مشرعة يعني السفينة التي تبحر في بحار الأنوار، تحتاج إلى مشرعة وإلى دفة تقودك في هذه الأمواج المتلاطمة في بحار الأنوار، أمواج البدعة والغلو والتأليه وغيرها. أصدر كتابه هذا بحار الأنوار، يتضخم مع الوقت، هو بدأ 25 مجلد ثم استمر يتضخم ويضاف إليه يضاف إليه يضاف إليه حتى وصل إلى 120، أكثر من 120 مجلد. هذا العمل الذي قام به محسن آصفي، وهو المحدث، هو أعلم علماء الشيعة بعلم الحديث الآن، وهو من تلاميذ الخوئي محدث العصر عندهم. الخوئي هو محدث، طبعا هم كلهم في الحديث يعني لا أحاديثهم يعني ليست على نحتاج إلى جلسة إلى حلقة كاملة نتكلم فيها عن الحديث عند الشيعة. لكن بحار الأنوار أجرى الدراسة عليه محسن آصفي، فلم يصفوا منه إلا 5% من أحاديثه التي ممكن الركون إليها، والباقي مكذوبة وموضوعة وضلال وانحراف وغلو وتأليه للآئمة. يعني نفخها الكتابة لـ 125 مجلد، نفخه عالم شيعي
عنده شيء من الإنصاف فطيره وصل هالكتاب إلى الصين، ما بقي من شيء. 125 مجلد ثقيل الوزن خفيف المضمون، لم يبقى منه شيء. وحين تنظر إلى صحيح البخاري، صحيح البخاري كان يدرسه الإمام البخاري في بخارى، كان طلاب العلم من العالم الإسلامي يأتون إليه، حتى كان يرحلون إليه من الأندلس إلى بخارى ليسمعون كتابه. المبلغون في المسجد حينما كان يلقي دروس البخاري ويحدث لا يقل عددهم عن 100 شخص المبلغ، آلاف كانوا يستمعون للإمام البخاري ويكتبون حديثه ويأخذونه عنه، وانتشر كتابه في حياته وكان معروف هالكتاب. والمستشرقون وأعداء الإسلام منذ مدة طويلة عجزوا عن هالكتاب. باقي معي يمكن دقيقتين يا أستاذ عمر، لعلك تحدثنا عن مستقبل نستشرف قليلا، هل غلو في ازدياد أم أنه في انحسار؟ بالنسبة للغلو الآن، أنا سأذكر لك بعض الكتابات الآن الموجودة في الغلو، أشهر من يواجه هذا الوقت الآن. فكتاب حسين الراضي هذا المؤامرة الكبرى، في محسن كديوار له كتاب اسمه القراءة المنسية، الأئمة الاثني عشر علماء أبرار لا أكثر. في حيدر علي قلمداران القمي له كتاب اسمه در نجاة آز شر الغلات، يعني طريق النجاة من شر الغلات، وفيه مباحث عن الولاية وعن الغلو والغلات. فيه الدكتور آية الله حسين مدرسي طباطبائي، هذا له كتاب رائع في التشيع والمباني أو الأسس الفكرية للتشيع حتى زمن ابن قبة الرازي. هذا الكتاب أحدث ضجة كبيرة في إيران، وهو مكتوب باللغة الإنجليزية وترجم إلى الفارسية. هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى السيد محمد حسين فضل الله آية الله العظمى وجهوده في تنقية التراث كتابة الحديث، وجهوده في تنقية التراث ومحاربة الغلو والخرافة مشكور ومأجور، وكله تجده في موقعه بينات. بالإضافة إلى يعني أحمد الكاتب من العرب والطالب السنجري من العرب، ولهم مواقع في النت بأسمائهم. أما المستقبل فأنا أعتقد طبعا الآن المعتدلون الذين يحاربون الغلو قلة وأتباعهم قلة لكن المستقبل هو لهم، والغلو ليس له مستقبل في ظل عصر العولمة والإنترنت والقنوات الفضائية والكتاب وإتاحة الكتاب. فأظن أن الغلاة سوف ينحسرون. بقي أن أشير إلى أن الشيخ حسين الراضي حفظه الله ذكر الغلاة في التاريخ، لكنه ما عمل مقاربة للزمن المعاصر الذي نعيش فيه، وبين من هم الغلاة الآن المعاصرون، من هم الآن اللي يمثلون المفوضة، ومن هم الذين يمثلون. وأنا سأذكر الآن من يمثل هذه التيارات. فأشد الغلاة أشد الغلاة الذين يؤلهون الأئمة الآن المدرسة الإخبارية، ومنها المدرسة الشيخية، ومن الغلاة الذين يقولون بتأليه الأئمة التيار الشيرازي وخطباؤه المعروفون المشهورون والرواديد الذين يظهرون في القنوات الفضائية، خطباؤه ووعاظه كالفالي مثلا وعبد الحميد المهاجر، والشيخية كحسين الفهيد، وأيضا من المفوضة علي الكوراني، وشيخه المرجع آية الله العظمى وحيد الخراساني، هذا من المفوضة. فهذه تيارات الغلو، فيجب أن تبين للجماهير الشيعية هذه التيارات، وأنها تمثل الفكر المغالي الأول لكن بأسماء أخرى. فالمفوضة علي الكوراني مفوض، شيخه وحيد الخراساني عباس الخي مفوضة، هؤلاء هم المفوضة الآن، يقولون أن الله فوض إلى أئمة خلق الكون تدبيره. فيجب أن يبين، هو اعتمد على فطنة القارئ الشيعي ولم يبين هذه التيارات، لكن نزيد الأمر بيانا ووضوحا ونقول يا شيخ حسين بارك الله فيك، أضف هل بينت للجمهور الشيعي من يمثل المؤلهة والطيارة والغلات
والمفوضة والخطابية، ومن يقول بأن نور الله حل في الأئمة، ومن يقول بإمام في السماء وإمام في الأرض، من الذي يمثله في المدارس الشيعية القائمة الآن؟ وأيضا حتى في الحوزة في قم والنجف، المراجع الآن ليس فيه مرجع لا يقول بأن الإمام يعلم الغيب، وليس فيه مرجع لا يقول بأن الإمام لا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى، ليس فيه مرجع، وموقفهم مهاد لهذه التيارات المغالية، ومهاجم لمن ينادي بتجريد التوحيد وتحقيق التوحيد وفي توحيد الربوبية. فالمراجع الكبار في الحوزتين يقفون موقفا مهادنا لتيارات الغلو التي تعلن غلوها عبر قنوات الفضاء، عبر القنوات الفضائية، ويهاجمون المعتدلين كالشيخ محمد حسين فضل الله وأحمد الكاتب وغيره من الشيعة المعتدلين. شكرا لك أستاذ عمر على هذه الحلقة المباركة، شكرا جزيلا لك. أنا أشكر لك وأشكر للأخوة المشاهدين على حسن إنصاتكم واهتمامكم. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.